قناة الاهلي في كل مكان، فوز كبير ومميز اكيد بيسعدنا في هذه اللحظات يكون معنا كابتن حسام البدري. لكن في البداية تحياتي كابتن فاروق، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين. تحياتي طبعا للكباتن الكبار، وبقول اكيد الحمد لله على الفوز النهاردة. 3 نقاط مهمين في مشوارنا وفي ظل الفترة المضغوطة الصعبة دي، وفي نفس الوقت فوز قدام فريق مميز. يعني كابتن حسام مش محظوظ شويه في موضوع خط الظهر ده للاصابات، لكن بتحاول ان انت توفق لعيبه كبيره ولعيبه على قدر المسؤوليه. النهارده مفيش اي حاجه خالص واضحه ان احنا عندنا فريق واحد مش موجود، واحد غايب، لكن النهارده شايف الاداء ازاي بشكل عام؟ في عدد كبير من اللعيبه النهارده شارك، شايف الاداء بشكل عام النهارده ازاي كابتن حسام؟ طبعا بقول الحمد لله 3 نقاط مهمين جدا، زي ما انا بقول في مرحله صعبه ومضغوطه، وفي نفس الوقت اعتبارات كثيره. يعني تملي بقول كل مباراه فيها ثوابت بالنسبه لنا، ان 3 نقاط بيبقوا مهمين، بتبقى خطوه لتحقيق المشوار والهدف الاساسي. في نفس الوقت هناك ظروف اخرى ساعات بتبقى حوالين المباراه، اذا كان المنافس قريب في النقاط، فرصه بتديك ان انت تتقدم في جدول الدوري العام، فدي ظروف مختلفه بعكس الثوابت الموجوده حوالين كل مباراه. فاكيد بقول الحمد لله. انت بتتكلم بتقول ساعات بيبقى في مشاكل، طبعا اكيد اما بتبقى في اصابات المدرب ما بيبقاش مبسوط ان في اصابات، لكن في نفس الوقت اكيد اما بتكتشف عناصر جديده وتبقى انت محضر العناصر دي، لان صعب جدا كمدرب انك انت تفاجئ انك عندك غيابات وانت مش محضر نفسك. لكن زي ما انا باكد ان هاني بيتمرن على المكان ده من فتره، في فترات كتيره جدا بيتمرن على المكان ده، وانا بمرنه على المكان ده، وبتبقى التعليمات في المكان ده، وتبقى في نقاش معاه، وزي ما اكدنا اكتر من كده مره الحمد لله. يعني ربنا كان موفقنا في فكري ان انا استقدم ايمن واصر ان هو يجي يلعب في المكان ده، لان طبعا كان عندنا هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا. فالحمد لله، وفي نفس الوقت عوده سعد، لكن هو مجهد من مباراه المصري، لكن خسرنا رامي طبعا هنخسره الفتره يعني ما يقرب من شهرين، لكن الحمد لله برضه محمد نجيب راجع الحمد لله. لو بخص القائمه الافريقيه، يمكن الناس بتشيد باختيار كابتن حسام البدري والمعايير الكويسه جدا والطيبه جدا على اختيار القائمه الافريقيه، ودي حاجه مميزه. كابتن حسام البدري هدفه هو النادي الاهلي والحصول على بطوله افريقيا. اكيد القائمه بيبقى ليها معايير، ويمكن كان في جلسه امبارح لجنه الكوره كنا قاعدين مع الكابتن الخطيب وكابتن عبد العزيز وانا وسيد، واتكلمنا في المعايير عندنا ثوابت فيها يعني، وعشان كده ما بيحصلش يعني مشكله في اختيار العناصر. وعندنا مرحله حاليه ومرحله قادمه اشياء كثيره جدا، ومش معنى ان في بعض اللاعبين مش موجودين لان لسه متبقي لينا عدد كبير جدا. كل مرحله يعني انت تعتقد ان رامي يعني عدم وجوده في القائمه الافريقيه هيستمر؟ لا، لكن هو في لسه فتره علاج، ولسه في امكانيه للتسجيل في اي وقت، وفي نفس الوقت يمكن المباراه الاولى اللي هي هتبقى في دور 32 هو مش هيبقى موجود، وبعد كده ممكن تسجل. فهي معايير منطقيه وفي نفس الوقت مستقبليه بناخدها لمصلحه الفريق. يعني كبيرا كابتن حسام، مباراه المقصه لا تقل اهميه عن مباراه اليوم، الاستعداد الفتره اللي جايه زي كل المباريات لا تقل اهميه. ما فيش مباراه طبعا بتقل، وكل مباراه بتبقى مهمه، واتمنى ان شاء الله ان احنا نستمر في مشوار كده ونقرب اكثر واكثر من الهدف بتاعنا ان شاء الله. شكرا، بشكرك.